صحة وهنا حبيبي. شكرا. ما بيموت إلا اللي خالص عمره. زعلت عليكي، رح تحبسي حالك بالبيت مع أنه عمرك لساته صغير، بس عم شوفك برا، هاي أنتي بيناتنا. بلكي لازم نتشكر السيد كتير لأنه خلى هذا الجمال يشاركنا حياتنا. فؤاد تترقغلو. مراد على مدار. كيف مرتك؟ إن شاء الله منيحة؟ علاقتنا ما لمنيحة بهالفترة، قلت لها مشان تساوي عملية تجميل لأنفها، فقالت لي إنه حلو ما ردت علي وراحت. خليني شوف أنفك؟ دخيل هالأنف ما أحلاه. طبيعي. وأنفك كمان حلو حاليا بس. هلا خبريني وحدة وحدة يا بنتي، خبريني مشان اقدر ساعدك. انا ما بعرف شي. خبريني عن الشي اللي بتعرفي. انا الشخص اللي بعرفه وبثق فيه واللي بعتبره المنقذ هو اللي حاول يقتلني. اللي لي مين اللي امره بهذا الشي؟ ما بعرف بنتي. لك انت عم تحمي مين؟ هدول امروا بقتلك. لو قلت اسمهم ما رح يخلوني عايشة. يا سبحان الله، ليش اخذتك من منتجع سياحي؟ كان الزلمة حاطت المسدس في رقبتك. رضا، رضا ديريلي. مين هو ديريلي؟ أمين مخزن المنظمة، هو المسؤول المالي تبعهم، حتى أمر الهويات، جوازات السفر وطلعت الناس لبرات البلد هو بيساويها. إيه هاد رضا، وين بياكل؟ وين بيشرب؟ ولوين بيروح؟ هو باسطنبول ولا غير محل بتركيا؟ ما بعرف لوين بيروح وين بيجي، اللي بعرفه أنه باسطنبول. حتى هو اللي وصل مأمون لهي الشغلات، شفته مرة واحدة وبس. وكيف فينا نوصل لهذا رضا؟ عندي رقمه، حتى لو اتصلت فيه ليش هو بيرد؟ ما هو كان رح يقتلني. رح يرد لهالسبب، رح يرد. إياد يا ابني، احكي مع هداك منظم الكمبيوتر، خليه يراقب التليفون تبعي، رح نحكي مع هداك رضا لنشوف إذا بده يلاقي شي عنوان أو أي شي. حاضر خال. اتصلي يا بنتي. طيب خلينا نقول إنه اللي قلته صحيح، ليش هدول الناس السيئين موجودين برا مو بالسجن؟ كان عندي رفيق صاحب صالة قمار، سألته كيف الشغل عندك؟ قال لي صالة القمار بتربح على طول. هذا الشيء مو متعلق بكم شخص، هذا متعلق بالنظام. طالما انه النظام العالمي بيعطي الأموال فأكيد بيعطي محل تخبيها. مين بتكون انت؟ أنا لهلأ معرفتك، بس هدول الناس قلتلك إني بعرفهم من وقت ما ولدت، وبصراحة خفت. مو لأنك معرفتيني خفتي من إني يكون الشخص الخطأ.
عن إذنك راجع بعد شوي. شو بدك يا حبيبتي؟ اخ انفي انفي. عفوا حبيبتي، كسرت لي انفي. مصلحك رح يصلحه يا فؤاد، ما رح يصير له شيء. شو؟ مفكر انك اذيتني؟ رح دفعك الثمن غالي. بالله في عندك فراطة؟ ايه في معلم. شكرا، استناني برا. حاضر معلم. استنى مشان ندفع لك حقها. اسمعني ولا، وقت اللي بدك تلمس حدا على طاولتي بتطلب اذني، واذا كانت القعده بنت اوعك تفكر انك تلمسها، لانه ما رح تقدر تدفع الثمن. شكرا معلم. شكرا لك. صار اللي صار يا امجد، لا تزعل، خلي روح بدر معك وحول كل شيء له وارتاح انت شوي، وقت بترجع رح نحكي شو بدنا نساوي. بعتذر يا سيد جلال، ما كان بدي يصير هيك شيء، رح اعوض لكم خسارتكم باقصر وقت ممكن. ما عندي ادنى شك بهالشيء. عن اذنكم ازعجتكم. انا لاحقك. شايف حالته ما انا منيحه نهائيا، ليكون بده ينتحر يا بدر. في عندي عرض إليك. عم اسمع. خلينا نكون شركاء بالمزاد بكرة. واضح إنه ما رح نقدر نفوت بالمزاد العلني. لا رح نفوت. حالتنا المادية هي مستحيل. بعرف، ومشان هيك اقترحت الشراكة. رح نفوت عن طريق شركتك، وإذا ربحنا المزاد أنا رح أدفع. اشتريت بيتي وهلأ صار بدك شركتي؟ لا، أنا بس بدي المزاد. عم دور على شريك منيح، صدقيني ما رح تلاقي شريك أحسن مني، على الأقل هون. شو صار لأنفك؟ لا تخاف بابا، ما في شي، ما في شي. كسر الزلمة أنفي. مين؟ هداك يلي قاعد مع هدى. شو لك علاقة فيه؟ ما بعرف، الظاهر غار لأنه شاف علاقتي منيحة مع هدى. رح ورجيه. عدوك يا بتشتريه يا بتخلص منه. تركته مرتين وبعدين الدور ليلدز. أكيد هو رح يوصل له.
عفوا دوموزيل، مساء الخير. تفضل، فينا نقعد مع بعض شوي؟ تعال على مكتبي، هنيك أحسن. بدي أشرب فنجان قهوة عندك بعد ما تطلع من هون. على عيني. شكرا كتير، عن إذنك.